حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد دكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة. دكتور هشام مساء الخير. لافدري مهاجري أو أبو عبد الله الكوسوفي كما ذكر في التقرير كان من أهم الأشخاص أيضا أبرز الوجوه في داعش أبرز القادة، يعني كان يشارك ويشغل منصب مدير فرع العمليات الخارجية، أيضا يقوم بتجنيد أفراد لداعش. كيف سيؤثر كل هذا على التنظيم إضافة إلى المعلومات التي لديك عن أبو عبد الله الكوسوفي؟ حقيقة هذا كان ولا يزال هو مجموعته المسؤولين على ما يعرف بالمطافات والناقل وما يعرف بالعلاقات والأمنية الخارجية للتجنيد، يبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى المطافات وصولا إلى معسكرات العزل والتبريد ثم نقلهم إلى أرض الصراع في العراق وسوريا. مقتل صاحب هذه الحية والمقتل يعني الكثير، أنه فقد كودات التواصل مع تلك الجروبات، أيضا فقد تلك شبكة الاتصالات الواسعة التي غالبا ما هم يحصلونها لا تكون بأيدي عدد من الأشخاص، يحصلونها بيد شخص أو شخصين كأقصى حد. بالتالي تقطيع هذه العلاقات وإعادة تكوينها من جديد تحتاج إلى وقت طويل لصناعة الثقة مع الآخرين الذين هم ينتظرون دخولهم إلى العراق أو سوريا، وأيضا ثقة القيادة العليا بالنسبة لخسارة أبو عبد الله وغيره. نتيجة أن داعش في خسارتها هذه الشخصية تعني خسارة مكتب كامل، واحد من 5 مكاتب يعتمد عليها البغدادي ويتواصل معها بشكل مباشر هو مكتب ما يعرف بالهيئة الخارجية أو ما يعرف بالتجنيد والمضافات. طيب يعني القادة أو القيادات المهمة في تنظيم داعش أصبحوا يعني يقتلون واحد تلو الآخر، داعش يخسر قادته وغير قادر حتى على تأمين الحماية لهم. الآن مع توالي ذلك، يعني قبل فترة قليلة مدير وكالة أعماق تم قتله، الآن أبو عبد الله الكوسوفي، يعني هؤلاء الأشخاص يعني الذين كانوا ربما في مراكز تقود هذا التنظيم أو كانوا قادرين على قيادة مراكز معينة وعلى تواصل مباشر كما ذكرت بأبي بكر البغدادي، بعد مقتلهم الآن كيف سيؤثر ذلك على تنظيم داعش وعلى أيامه القادمة؟ حقيقة التأثير هو ظاهر في هزائمه المتعددة، انحسار الجغرافيا التمكيني التي يسيطر عليها، أيضا فقدان ما يعرف بالمنظومة الأمنية التي كان يتميز بها هذا التنظيم، وبالتالي أصبح مخترق ومن الصعوبة جدا أن تصل استخبارات التحالف الدولي أو طائرات التحالف الدولي إلى هذه القيادات ما لم يكن هناك اختراق ضمن منظومة هذا التنظيم المتفرد فيما يسمى في علم الاستخبار بالمصادر المباشرة. عليه أصبح التنظيم هشا وممكن النفاذ إلى معظم قياداته، وأيضا هو لم يبقى له من قياداته التاريخية ذات قيمة، بقي الشخصيات معروف عنها أنها لا تمتلك تلك العقائد التي تناسب حجم القضية التي يزعمون أنهم يحملونها وهي اختلاف المزعومة. نعم. طيب دكتور، بماذا تفسر عدم رساء أبو بكر البغدادي لهؤلاء القادة الذين تم قتلهم في الفترة الأخيرة؟ يعني هو مختبئ في أمان، لم يكبد نفسه عناء الرثاء حتى، يعني بعض الأشخاص الذين كان يعتمد عليهم بشكل كبير كان يعتبرهم يعني ربما من إخوته إن صح التعبير، بماذا تفسرون عدم الرثاء؟ إلى أي مدى هو يدل على حتى زيف ربما العلاقات ما بين رئيس التنظيم وقادته أنها كانت مزيفة فقط؟ حقيقة يبدو لي أنه كتحليل أنه يعيش في عزلة وبالتالي لا تصله هذه التفاصيل. لا يعلم بمقتل قادته؟ نعم نعم، قد يكون في هذه العزلة التي غالبا ما يعيشها أمثال البغدادي وغيرها بسبب المحيط الأمني الذي يفرضه عليه ما يعرف بأمن التنظيم أبو يحيى العراقي أو إياد الجميلي، بالتالي يجعله في جهل ويجعله بعيدا عن ان يتواصل مع هكذا اخبار وهكذا تفاصيل. وربما هناك احتمال اخر ان البغدادي بدا ان لا يكون راسيا، بحيث انه كلما يقتل العديد من قياداته يكون هو في خطاب صوتي او لخطاب لابي الحسن المهاجر في خطاب صوتي لارتاء هؤلاء، حتى لا تكون هذه البيانات هي عباره عن بيانات رثاء وهذه تعني الهزيمه، وبالتالي هو لا يريد أن يقف أمام الحقيقة ويعترف بالهزيمة بسبب الرخاء.
شكرا لك دكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.